الآن سنشير فقط إلى هذا الخبر العاجل الذي سيظهر كما تتابعونه حول وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مدينة يوكوهاما اليابانية للترأس المشترك بين الرئيس السيسي ورئيس الوزراء الياباني تشينزو آبي لفعاليات قمة التيكاد في دورتها السابعة. هذه لحظات وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي منطلقا من بياريتز في الجنوب الفرنسي إلى مدينة يوكوهاما اليابانية لحضور وترأس فعاليات قمة التيكاد. المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي قال إن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيترأس رئاسة مشتركة مع رئيس الوزراء الياباني تشينزو آبي فعاليات المؤتمر السابع والقمة السابعة لمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في القارة الإفريقية والمعروف اختصارا باسم تيكاد، والذي جرى إطلاق هذا النوع من الشراكة في عام 1993. المتحدث باسم رئاسة الجمهورية يقول أن المؤتمر يعقد في دورته السابعة كما هو معلوم في مدينة يوكوهاما من 28 وحتى 30 من هذا الشهر تحت رئاسة مشتركة يابانية مصرية من الرئيس عبد الفتاح السيسي ومن رئيس الوزراء الياباني تشينزو آبي، وبمشاركة رؤساء دول إفريقية وعدد من المنظمات والمؤسسات الدولية والمانحين الدوليين ذوي الشراكة مع القارة الإفريقية الذين يعنون بالبرامج الإنمائية كذلك داخل القارة الإفريقية. المؤتمر والحال كذلك إذن يعد واحدا من بين أبرز وأهم المحافل الدولية للتعاون التنموي بين دول القارة الإفريقية وبين اليابان التي تعنى أيضا بشراكة مع القارة الإفريقية فضلا عن عدد من المؤسسات الدولية على رأسها كذلك مؤسسات تابعة للأمم المتحدة وكذا البنك الدولي ممن يقدمون برامج الشراكة الخاصة بالتنمية مع القارة الإفريقية. نعود ونذكر من جديد أن هذه هي لقطات وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي انطلق وغادر مدينة بياريتز في الجنوب الفرنسي بعد ختام مشاركته في فعاليات قمة الدول السبع الكبرى. وعقد الرئيس السيسي كما هو معلوم أيضا جملة من اللقاءات مع عدد من رؤساء وزعماء الدول المشاركة في فعاليات هذه القمة قمة الدول السبع الكبرى في مدينة بياريتز مباشرة إلى مدينة يوكوهاما لحضور فعاليات قمة التيكاد في دورتها السابعة التي تعقد في مدينة يوكوهاما برئاسة مشتركة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الدورة الحالية للاتحاد الإفريقي وبين رئيس الوزراء الياباني تشينزو آبي. وهذه هي الزيارة الثانية في غضون أشهر للرئيس عبد الفتاح السيسي إلى اليابان، وهي الزيارة الثالثة أيضا لليابان بعد زيارة أولى كانت قد جرت في خواتيم شهر فبراير من عام 2016. في أقل من بضعة أشهر يزور الرئيس عبد الفتاح السيسي اليابان زيارتين متتاليتين لحضور فعاليات قمة مصر تعد شريكة فيها. هذا عدا عن زيارة الدولة التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى اليابان في عام 2016 والتقى خلالها رئيس الوزراء الياباني تشينزو آبي وكذلك عدد من المسؤولين من بينهم الإمبراطور الحالي ناريهيتو عندما كان وليا للعهد في تلك الفترة. نعود لنذكر إذن بما أورده المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي من أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيترأس هذه القمة رئاسة مشتركة مع رئيس الوزراء الياباني تشينزو آبي في فعاليات الدورة السابعة أو القمة السابعة لفعاليات مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في القارة الإفريقية والمعروف اختصارا باسم تيكاد. المتحدث باسم رئاسة الجمهورية قال أيضا إن المؤتمر يعقد في دورته السابعة في الفترة من 28 وحتى 30 من هذا الشهر بمشاركة رؤساء دول إفريقية وعدد من المنظمات والمؤسسات الدولية في مقدمتها الأمم المتحدة بالمؤسسات المنضوية تحت لوائها وكذلك البنك الدولي. المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أضاف أيضا أن المؤتمر واحد من بين أبرز وأهم المحافل الدولية للتعاون بين دول القارة الإفريقية واليابان والمؤسسات الدولية، والمؤتمر وكما تجدر الإشارة بطبيعة الحال قد جرى إطلاقه كفكرة في عام 1993 وحتى هذا العام عقدت 6 نسخ سابقة لفعاليات هذه القمة قمة التيكاد نحن إزاء النسخة السابعة التي تترأس فيها مصر واليابان الرئاسة المشتركة لفعاليات هذه القمة.